مساء الخير على حضراتكم في أول درس من دروس 1 Minute OCT. أنا دكتور محمد شافعي، النهاردة هنتكلم على أول موضوع زي ما اتفقنا على الريتينال بيجمنت إبيثيليوم. ليه بنتكلم على الريتينال بيجمنت إبيثيليوم وليه هو أول خطوة مهمة بالنسبة لنا؟ عشان وانس ما حضرتك حددت مكان الريتينال بيجمنت إبيثيليوم تقدر تحدد كل بقية الفايندنج اللي هنلاقيها في الـ OCT. طيب احنا عشان ندور على ريتينال بيجمنت ابيثيليوم، هو غالبا لو نورمال سيتويشن بيكون ستريت فورورد، ان هو الاوتر موست هايبر ريفلكتيف باند اللي هو حضرتك شايفينه قدامكم، ده اول خط ابيض قدامكم في الصوره هنا. طيب نبص عليه تاني، اول خط هايبر ريفلكتيف فوق السهم الاحمر اللي احنا شايفينه، ده يسمى بالريتينال بيجمنت ابيثيليوم. طيب هل الموضوع في كل الحالات سهل؟ لا، ممكن يكون صعب شويه علينا ان نلاقي في حاجه اسمها ريتينال بيجمنت ابيثيليوم اتاتشمنت. نلاقي الريتينال بيجمنت ابيثيليوم اترفع من مكانه، يعني هنا كان ماشي ستريت وهنا في ريتينال بيجمنت ابيثيليوم بنسميه اتاتشمنت مرفوع من مكانه. طيب ليه مهم ان احنا مشاورين على الخط اللي تحت ده ويمثل ايه؟ الخط اللي تحت ده بيكون موجود في معظم الحالات اللي هو الاوتر ايدج، ده اللي بنسميه البراخس ميمبرين. اللي احنا مهتمين بيه عشان حضرتك لازم تميز البراخس ميمبرين من الريتينال بيجمنت ابيثيليوم، وعشان ما يتهيألكش خطأ ان في سب ريتينال فلويد، وده اللي هنشرحه بعد كده. يبقى لما نلاقي الريتينال بيجمنت ابيثيليوم اتاتشمنت ناخد بالنا لو في لاين تحته يبقى ده البراخس ميمبرين، يبقى مفيش سب ريتينال فلويد. شكرا لحضراتكم ونلتقي في لقاء اخر.